بناء المتوسط او بناء الغرب المتوسط والمشاريع الاخرى الموازيه. وبالمناسبه كيدخل السيد قائد ديال قياده بني بوفروت اللي عطانا نموذج ديال رجالات السلطه نسبه لباقي الاطر والكفاءات اللي كتعرفها اعمال كتنظر. فالسيد رئيس السيد القائد ديال قياده بني بوفروت يعني حقيقه تعلمنا منه بزاف وعنده اسهامات وعنده طريقه او تكتيك في يعني تدبير كل مرحله. هذا نموذج يعتدى به، احنا ما كنعرفوش نقول على احد، هذا مسؤول ترابي كيتواجد في اقليم غدر يكونش هنا، هذا المسؤوليه ديالنا احنا اللي اي واحد عطى اليد ديالو هذا السباق اللي ماشي سهل واللي احنا كنوجدوا النسخ القادمه. اذا بدون اطاله فالفرع الاول فالسيد مندوب الشباب والرياضه سيسلمه مدير موقع هدفين للسيد حميد بوزياني مدير او المدير الاقليمي لوزاره الشباب والرياضه حتى فقط السيد مدير الاقليمي والسيد مدير موقع هدفين للسليم درع للسيد المندوب. وشكرا تصفيقا على السي حميد بوزياني المندوب الاقليمي. اذا القطاع ديال الشباب والرياضه كان تحت اسهامات، كان ساهم معنا بالوقوف ديالو والتتبع ديالو وتنفيذ تعليمات السيد عادل لاعطاء الصوره اللائقه لهذا السباق الدولي. وقبل ان يمر السي حميد لابد من كلمه وجيزه حق هذا السباق اللي اعطته المنطقه. اذا بدون اطاله السي حميد ولو كلمات فقط بعجاله قبل المرور الى ما تبقى من الحفل ففي عجاله كلمات فقط. السلام عليكم. ولكن الحدث كان حدث كبير وعطى واحد الاشعاع واحد الصوره اخرى على المنطقه كره التنظيم. بالتالي كنشكر بعد الجمعيه والنادي الكندي للرياضات الجبليه اللي انضمت اللقاء بالتعاون مع اطراف كثيره بما فيهم عمل كريم المالور. كنشكر بالمناسبه السيد عامل واحد العدد ديال الجهات اللي ساهمت في هذا السباق. إذن كنشكر هذه المبادرة ونتمنى أن النسخة الثالثة تمشي بعيد في هذا السباق. وكذلك كنشكر النادي اللي خص بنا هذا التكريم وهذا الدعم، ما هو إلا دافع باش نشتغلوا جميع. وحنا على الإشارة لجميع المبادرات اللي كتمشي في هذا الاتجاه ديال خدمة هذه المنطقة وخدمة البلاد. شكرا. السي حميد بوزياني المدير الاقليمي لقطاع الشباب والرياضه اللي حقيقه اشتغل معنا موازاه مع جميع التحركات ديالنا. فاكد ان 40 كيلومتر من المسالك الترابيه الاطقم الطبيه ديال وزاره ديال الصحه والطاقم الطبي لسيارات الاسعاف وكذلك الكهربانا ميديكال يعني المتلقي بالنسبه للتدخلات اعطينا واحد النموذج ديال يعني ديال يعني اوجه التدخل بالاضافه الى قطاعات اخرى موازيه بحال الوقايه المدنيه اللي اشتغلوا معنا ديال الاحمر في الجانب ديال الصحه. فالقوات المساعده كذلك على اسهامات والدرك الملكي بالرغم من الغياب ديالهم اليوم. فحقيقه كنوجه الشكر للقياده الجهويه للدرك الملكي اللي كانت بادره بالمشاركه ديالهم 8 ديال المشاركين، 8 ديال الرجال ديال الدرك الملكي كانت عندهم سباق ديال المصالح الخارجيه. وبالمناسبه وجهنا الدعوه لجميع القطاعات، القوات المساعده، الوقايه المدنيه، يعني خصوصا يعني ما يتعلق بالامن. فبقينا الثورات المقبله انهم يشاركوا معنا سواء القوات المساعده سواء الحاميه العسكريه باش يكون سباق خاص بالمصالح. يعني ملي كنحضروا سباقات خارج ارض الوطن يعني كتجينا غير ملي كنشوفوا الفيالق، فيلق ديال العسكر، فيلق ديال القوات المساعده ديال الوارد السيفيل، كتحس باللي يعني المجتمع المدني والسلطات العسكريه يعني يوم كيكون سباق موازي عندهم التخصصات ديالهم عندهم البرنامج الخاص. اذا بعجاله فالسيد محمد الطيب سيسلم الذرع للسيد مندوب وزاره الصحه. مندوب وزاره الصحه مشكور التصفيقه الحاره على السيد مندوب كانت له اسهامات كبيره في هذا السيد تحت الطيب وحميدي عضو المكتب. فقطاع الصحه قطاع يعني حساس يعني موازاه مع العمل الكبير للطاقم الطبيه. فالشكر موصول لمندوبيه الصحه، هذا عرف بالنسبه لاي حدث اللي كتنظموه في الفريق
كنديروا عرض ديال التكريم ديال الناس او اللي يعني الشكر ديالهم على العمل الكبير، ما كنحتاجوش في النهار ديال التماره وديال ديال كنحتاجو في النهار ديال تصرفوا مع مركز ديال الاتاي. وكذلك التفكير في الـ في الـ الدورات المقبله والاشتغال سويا. اذا بالنسبه للصحه كذلك قطاع ديال او مؤسسه ديال القوات المساعده، فالسيد ممثل تعاونيه الحديد كولي مسلم الدرع للسيد ممثل للقوات المساعده، وشكرا. شكرا لرجال وعناصر القوات المساعده على الاسهامات ديالهم في هذا السباق الدولي، فلولا هذه الاطر وكذلك المؤسسات لما عرف السباق النجاح. ونحن كذلك في افق يعني تنظيم اكبر واحسن كما قلت، فالامكانيات الماديه اللي كنظموا بها السباق ربما 15% او 20% من الحجم اللي كتنظم به على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. هذا تحدي اللي كتشوفوا الاسم افريكا اكستريم ريس، وتحدي كذلك للمنطقه وللاجيال باش نفرشوا لهم هذه الارضيه باش يقدروا يسعوا في الدورات القادمه. كذلك بالنسبه للوقايه المدنيه فكان لهم حضور متميز كسائر الدورات، فيسلم السيد نائب رئيس جامعه بوعان يسلم التذكار للسيد ممثل الوقايه المدنيه. كذلك جامعه بوعان في افق يعني شراكه مرتقبه للسباق المقبل لساحل ماتشيكا. اذا يتقدم السيد الممثل او النائب الاول لمجلس البلد يسلم التذكار للسيد ممثل الوقايه المدنيه. كما قلت في الجامعات الاخرى وقفت الدوره على ما اظن بلي شي كان الدوره ديال المجلس على ما اظن اخي الاخضر عندنا وغادي نوجه له الدعوه. فتلك لجامعه احتضن الجماعه الحاضنه لقلعه الطازوده اللي احتضن السباق سواء في الانطلاقه او في النهايه. فقلعه الطازوده قلعه غاليه على جميع الساكنين في المنطقه، كنتمنى ان جامعه احتضن كذلك تحاول تزيد من المجهودات ديالها بالرغم الاكراهات اللي عندنا، ان منطقه الطازوده منطقه على جميع الساكنه. فيسلم الكتاب السيد على ما اظن السيد بنحيادي عضو هيئه المحامين البيئه الناظور يسلم التذكار لرئيس جماعه احتضن. فلتفضل السيد بنحيادي يسلم التذكار للسيد رئيس جماعه احتضن. فالشكر موصول لجماعه احتضن الخير على نظافه موقع الطازوده وساهمت معنا في نجاح الدوره. شكرا لسيد رئيس الجماعه ويسلم التذكار للسيد بنحيادي للسيد رئيس جماعه احتضن. محمد الطويل عضو نادي الإفريقي سيد عقود يعني الإسهامات قطاع الشباب والرياضة، أكيد أنه يكون من مترافعين على ملف على دورة أفريقيا إفريقيا. شكرا لكم من مصالح خارجية على ما أظن أنه كاين غيابات على الغيابات الأطراف الملكية وجماعات أخرى، فأكيد أن التذكار سيكون محجوز. قبل أن نمر إلى حفل تقديم مشروع ديال السيد يوسف المختار الداعم السابق والداعم الدولي، شكر لجميع المساهمين، شكر لجميع الداعمين والصاهرين على نجاح هذا السباق. قبل الختام فيسلم السيد ملاش بومدين احد الدبراجين السابقين تذكار لممثل يعني الدوحه، يعني الدوحه لاقامه الدوحه سيلتحق بعد لحظات. سي ملاش يقدم تذكار للدوحه اللي يعني ساهمت معنا في نجاح الدوره وكذلك في هذا الحدث الذي تكرم في سباق ديال ايدي بروبو، فيسلم التذكار للشيخ ممثل اقامه الدوحه. شكرا للسيد بلاش، شكرا كذلك للدوحه.
للأمياء الصليبية. بعد غياب سعيد الوالدي اللي كان حاضر معنا كأس مي الحسن دورة 2007 وكان عقد حضور اللاعب الدولي يوسف المختاري وكذلك مصطفى حجي وكذلك الإعلامي ديال البي سبور أخضر مرحوش كذلك شرف بعد غياب إكراهات سواء في مجال الممارسة والتزامات مع المنتخب الوطني وكذلك مع الأندية المختلفة فسيد منو أظن أن يوسف المختاري جاءنا اليوم أسبوع منذ الوصول ديالو حنا في سباق مع الزمن جلسات ماراثونيه منذ الوهله الاولى من الحلول ديالو بالمنطقه حنا ملتزمين باللقاءات مع جميع الفاعلين فالسيد مصطفى المختاري اكيد انه معروف وانا عندي كل تعريف هذا كاس افريقيا الدف التاريخي صاحب اللمسات وذكريات الخالده لعشاق الساحل المستديره اكيد ان الجمهور عارف السامع ديالو والجيل الحالي الصاعد اللي كنحاولوا بعد باش يكون يعني موازنة مع ذلك عارف القيمة ديال يوسف المختاري للهداف التاريخي النخبة الوطنية ترتقي تمثيلي للمنطقة ديال الريف فبعد علي الخطابي اللي من منطقة الريف جاء دور ديال يوسف المختاري اللي ساهم في رفع الراية الوطنية مجموعة من اللقاءات وأظن أن رفع ديال العالم لقاء ديال مالي في نصف النهاية يعني كل عفوية بعد إنجاز تاريخي التأهل إلى كأس إفريقيا وأظن أن هذا الهدف التاريخي والهدف اللي سيبقى يعني خالدا في الاذهان يعني لا ننكروا الحصان ديالو الحميده والمميزات ديالو كذلك التواضع ديالو فاظن ان يوسف المختاري سيكون في الصيف المقبل بحول الله يعني يستعيد لتنظيم يعني قافله ومعسكر تدريبي للناشئه واليافعين الاطفال من سن 9 سنوات الى 14 سنه في مدينه الناظور في اقليم الناظور عفوا والدريوش وكذلك في نظام فأظن أن يوسف المختاري سيتناول الكلمة بعد الحضر قبل ذلك السيد مندوب الشباب والرياضة غياخذ الكلمة الكلمة باش يعطي بعض التوضيحات في المشروع المقبل ولك الكلمة السيد مندوب عليكم مجددا بالنسبة لهذا المشروع هو في الحقيقة كان هذا طموح ديال جميع الفاعلين واللي كيشتغلوا في الميدان ديال كرة القدم ومشروع ديال المديرية التعليمية لوزارة الشباب والرياضة اللي عندها برنامج سنوي ديال المدارس الرياضية إذا حنا في مدينتنا عندنا واحد البرنامج قار ديال هاد المدارس والحمد لله بالنسبة ليوسف المختاري والأخ ديالو وليد اللي عنده غيرة على هاد البلاد وغيرة على هاد المنطقة جايبين واحد المشروع مهم هذا المشروع اللي كنشكرو من خلال هذا المدرسي العالم اللي استقبل السي سفيان السي المختاري ووليد والخالد السيد عامل هذا المشروع اللي غادي يعطينا واحد النتائج مهمة على مستوى التكوين غيشتغلوا بطريقة أخرى بطريقة بواحد التجربة ديال واحد الأكاديمي أن سونتر دو فورماسيون اللي كاين في ألمانيا اللي كيشرفوا عليه سي يوسف وسي وليد اللي عطى نتائج في ألمانيا وبالتالي باغيين بلادنا تستافد من هاد النتائج من هاد التجربة اللي إن شاء الله غادي يكون أطفال كتراو السن ديالهم بين 9 سنوات حتى 14 سنة اللي غيكون 80 من هادو غادي يدعموهم مؤسسة أو النادي أو السنتر ديال يوسف المختاري ووليد المختاري ما تبقى غادي يكون قطاعات أخرين الهدف من هذا الشيء هو توسيع القاعدة ديال الممارسين قاعدة ديال المستفيدين هذا البرنامج المهم اللي إن شاء الله غيكون في شهر يوليو إن شاء الله اللي إن شاء الله قبل هذه العملية غادي نحاولوا ما أمكن نوفروا أو الفضاء والحمد لله حاليا كاين الفضاء ديال الملعب ديال الشباب والرياضة اللي قمنا بالزيارة تاعو وكان فضاء مهم ومناسب غادي نخصصو إصلاحات لأن غادي يجي واحد العدد ديال المسجلين إن شاء الله خصنا تمر هذه العملية بظروف حسنة اللي كتستجيب للمعايير نعمل بها في واحد العدد ديال مراكز التكوين إذا هذا التكوين غيكون على امتداد 3 أيام اللي من خلاله غادي يكون الاشراف التقني ديال يوسف مع وليد
غادي يعطينا طريقه ديال الاشتغال، لان ماشي فقط الاطفال اللي غادي يستافدوا، انما حتى المدربين خصكم تعرفوا بلي انه اول تجربه اللي غادي يكون خبروا لها المدربين والتقنيه، والحمد لله عندنا واحد القاعده ديال المدربين اللي ربما كاين شي وحده منهم اللي كيفتقدوا لهذه الحرفيه في ميدان التدريب، والميدان التدريب اللي مهم خصنا لو كنعطيو نعلموا الاطفال في المراحل الاولى ديال التعلم ديال بدجيه كره القدم. اذا هذا مشروع مهم بغينا الجميع ينخرط فيه. علاش بغينا الجميع ينخرط فيه؟ لانه في اخر المطاف شحال ما راه عندنا اكبر عدد ممكن ديال المستفيدين في هذا البرنامج، شحال ما ساهمنا في انتشار وفي نشر ممارسه كره القدم بالقواعد الصحيحه نتاعها. وبالتالي هذه التجربه غادي تكون في الناظور، تكون في الدريوش، تكون في ميدار. والاخوان سبقوا لينا مشاو لاكادير على ما اعتقد، دار البيضاء اكادير فكروا في هذه التجربه، لان كاين واحد العدد ديال المدارس في المغرب اللي مشاو في هذا التوجه. اذا كنشكر بهذه المناسبه مؤسسه مغاربه العالم اللي احتضنت واللي تجاوبت مع هذا المشروع ديال وليد ويوسف، وكنشكرهم هما حتى هما من هذا المنبر كمسؤول على هذه المبادرة. وكنتمنى، وهذه رسالة للسادة المنتخبون والسادة رؤساء الجامعات الترابية بالإقليم وخصوصا في مدينة الناظور، أنه ينخرطوا في هذا المشروع اللي غيكون على امتداد 3 أيام، وغادي توفر ليه واحد العدد ديال الوسائل ديال النجاح ديالو اللي مرتبطة بالنظام وبالترتيبات التنظيمية اللي غادي تكون. إذا ما غاديش نطول عليكم، هذا هو الأساس من هذا البرنامج اللي في آخر المطاف كما قلنا وكما كنقولوا، كل واحد في حدود الاختصاصات ديالو وفي حدود المسؤوليات ديالو غادي يساهم في الدفع بهذا النوع ديال الرياضة اللي هي شعبية. وخصكم تعرفوا باللي كرة القدم في الناظور، أنا قلت هذا السكان قال لي الناس ما كتلعبش، اسمح لي، المدينة الوحيدة اللي كيلعبوا فيها الناس كرة القدم 24 ساعة على 24 ساعة. المدينة الوحيدة في المغرب اللي كيلعبوا فيها الشباب كرة القدم 24 ساعة على 24 ساعة. وبالتالي شنو خصنا؟ هو أنه هذا نوع العمل وهذا نوع التجربة. ومن هذا المنبر كنشكر الجميع اللي حضر معنا واللي غادي يحضر معنا في هذه التجربة إن شاء الله اللي غتكون في الصيف المجيء. قبل ان اعطي كلمه للسي يوسف المختاري، اكيد شفتوا في وسائل الاعلام سواء في المواقع الالكترونيه، فبالرغم مشروع هو مشروع ريادي الا انه حاول ما امكن يوصل الرساله ديال المؤسسات الاجتماعيه ديال مركز حمايه الطفوله ودار العزله والخيريه الاسلاميه وكذلك المستشفى الحسني اللي كانت فيها زيارات، واللي بالمناسبه اللي كنشكروا يعني الشركاء اللي ساهموا معنا في التوزيع وكذلك لتوفير يعني الحليب والمشتقات ديالو كاشاره فقط كيستفاد احسن واكثر. فالرساله اللي كنبغي نوصل هو انه نفكروا في هاد الناس هادو اللي سواء كل من واحد من الموقع ديالو انهم يساهم في هاد الاخوان. الان كتكون السيد يوسف المختاري وكذلك وليد المختاري الشقيق ديال اللي كيشرف على اكاديميه ديال المختاري في المانيا فرانكفورت، اللي حاليا بعد الاعتزال ديالو هاد السنه هاد الموسم وكان اخر موسم ديالو في البطوله، مباشره الاعتزال ديالو يعني عنده مشروع ديال يعني دعم الاكاديميه في المانيا في افق يعني تكون شي اكاديميه هنا في الاقليم ان شاء الله. وبالمناسبه كنشكروا السيد عامل الاقليم ديال الدريوش والسيد رئيس مجلس البلدي ورئيس كذلك الاقليمي ديال الدريوش على التجاوب ديالهم مبدئي في افق وفي انتظار تفعيل ديال ما اتفقنا عليه، ولكن اكيد يعني كانت يعني الابتسامات والتجاوب كاين. كذلك السيد عامل الاقليم الناظور، السيد رئيس المجلس البلدي وبعض الشركاء الاخرين اللي عبروا عن يعني الرغبه ديالهم
يمشيو مع السيد يوسف المختاري لتكميل اللي بقى قادو السيد منو. فمشروع انتظام 3 ايام ديال التدريب يوميا للسين تاع السنين 14 على مجموعتين مباشرة بعد الاتمام الحصة التدريبية تناول وجبة الغداء أو العشاء. فكل عنصر من العناصر اللي يعني غادي يكون مرشحين بذلك فغادي يستافد من القميص الرياضي والسروال ومن كذلك الجواري وكذلك القارورة أو القنينة ديال الماء اللي غتكون خاصة باللاعب ماشي القنينة المستهلكة في المياه المعدنية وإنما القنينة ديال الماء اللي غتكون على مدار المسار ديالو بالإضافة إلى كرة قدم اللي غادي تكون مهداة إلى هاد العناصر. هو السيدي يوسف المختاري عنده 100 واحد اللي على عاتق ديال الأكاديمية فاحنا بغيتش نشتغلوا في هاد 100 أكيد أن تكون الرغبة والشباب المنطقة المتعطشة لكرة القدم فحاولنا نوسعوا القاعدة. أكيد سي يوسف هو اللي غادي يكمل بالريفية يعني كيف الشاب المنطقة بعد الغياب ديالو وشنو باغي يدير وحنا كل واحد الموقع ديالو غادي نحاولوا باش أننا نساهموا في الوصول. حنا في البداية في أفق تحقيق أفضل وأكيد أن الكل ديال سواء المواقع أو وسائل الإعلام وكذلك المسؤولين يتجاوبوا معنا. والشكر للأسف موصول للسيد عامر إكريم ناظور السادة العمومية ديال الدريوش والمصالح الخارجية وشكرا لكم على الحضور وسنعطي الكلمة للسيد يوسف المختاري بالريفية. احنا كعائلة ما كاينش شي لغة دبلوماسية لغة الخشب بدون إطالة سأقدم يعني الكلمة وقبل ذلك تصفيقات حارة على بسم الله. و الحقوق على ملي خلقه بني سيدي خوشان 11 اثنين وسط كير توصلوا جيوب دي المغرب مشى في كازا ارباط اكادير مراكش كرعان باطي دف مارد طعم دفيا تخشمنا ونخور سيمان يعدو تخشمنا غالبا يجي كان قناة عبد الله داودي سليمان توصي ولا كيسني غادي نعقبونا غادي وليد كبير العقل انوش يجي نحاشد الصباح يجي نحاشد طم قران عن صباح يحنج عبنا كيما الزيانة ما عند انه يدري قبل النشان هاد النشمة اللي يحنج عندي بعضا على دير عبد الشمة وما منش قيسي وليد قطعها غادي نفضل أكاديمية بوليمان وما يعرف ما عجبونش وما يعرف زوي تسليت زكومي مدينة تيس بتشمة شعام زكومي تعاونا خو غالي الوقت شن شي نتمنى إن شاء الله شي مثل طموح نالور خدش قاع ميمي غنخدم بوليمان سنة غير نعيش كليمان تعيش غير كليمان تزدني تندك باكونس مشا غما مجمع لا توري غداني تا يحنجان أن تسلمن أن تعاونن أن تعلمن نغي بالدراسة دي الأدب دي كل شيء نش دونا قنا غداني تا ومشخوص مراخصن الشباب غداني تا يحنجان مراخصن نتعاون محبيبيكم قنا غدا قنا غاكيوم ان شاء الله نتمنى ان نعاود الميودان نهار 23 من 7 نهار 27 من 7 عندك دري تيجي نصطاد محدات فاهمن دري تري المالور ومن بعد دي دريوش دي نظام زيد 9 2011 يحجى مغيسن زيد 9 14 سنة هاديك الشغل وليمان الشغل ديسيبلين شنو نهارا برن راس تونس غادا بريس كونفرنس اتيري راس تونس شنو نهارا نتري نهارا من نهارا ساعة نتري نهارا نبدا وقت نتبو عشرة نايم بي نشدوها دكاين عند الكليما من زي كليما قطوة نايم كلشي بغدان ونمس من تك الكليما نايم وانزل ما بغدو تبدا من ديني راس نغاس نديني روميا نشي نغاس ديني مسرن باش ما نوز دريتا غاس مواطن النقد مرن حاشد غاتسعى نبدا تشمى نبدا غاتسعى خطوة غادي يدير غاتسعى الشبيبة حقيقة السم شحايتك هو ثم غدانيتا القرار غدانيتا هامشا ماني غاني غاتشمى
فأولا شكرا تمزوارد واتجبور شاء الله حيث غطي لكشة ديتور رحبة بلاد شابة صرف وقلش مثل طوار النار وقلش ثامن من هنا يوقع مزير قلش هنا إن شاء الله نعاون كل شنون يتغايا سنزيد تسعة 14 سنة سي سوفيان سنوش بيجيش نيميل من يغاش جلد يحنجا من يغيس من سن من يستوسين نزل بعرق يغزي الزيتون يغزي جعبا معليش مرحبا بحبيبكم انا اظلام شحال يحنجا يغاني سي قولي دوما اختكي لي نشي لي غير كريم علي يحنجا وتجبوي وزنزل بعراني ملانو فاطس يحنجا 200 لو اعلم لابد ميسي نجبد مدربات السانيتا والمدربات في الميدان اذا تعلم من يحنجاني مزيانا وتجيبو داسن ادرينا على الوراء اتعلم من زين الشنكا يفاسن كوليمان شحال كي تيلا بروفيسيونيل تشامنا ونشي نتمنى نعاون يحنجاني مزيانا نعاوني ولا دانيتا ديال المغرب ماني ما من زين شي نازو نتقعد بندير المغرب شنو بجا سكي غرفين والله وتوم شي مريح جانا سنوش تكواش سنوش ساوا سنوش تريكو سنوش تشمى سنوش جنسيات من غاية جمال نس ديسو كلشي مطر ماكلة ومن بعد سنوش نقيم جميع شنو فاميليا ولادو مالي السور هذو ميني من يعزو ليك ورجعو نشاو منهم سفيان شكاري شكا يوسف نشي نوز دزقليمان نشي كرا تمقرانت نحسن كيجي نحاج ديال النظر من كي زور المغرب ديال النظر نشي نخق لي بيني سيدان نشي نوز القبارق سميتو كاع عند ديال النظر نصداني تا نحسن نسجع يوغنا غير غدا من نحسن نسجع يحنجا الخمارة إني ديك عيش ديال النظر سنين شدنا من الفكرة عام ذا اثنين في طبع الصمار النوم مين متنوس الفكرة هي نحسن شجاعي حين جعلين مزيانا ما حين تخمين الأمغان اللي وجدن اكيبوت مثلا إلى النظر نغي الفتح مجمع ما حين كيبوت دي النظر القعدن غاسي يدين تفورسة اللعب ما حين يوذن يخسن دي لانشمع توالم قانسا نراحك الهلال نراحك الفتح أنا نقسم كامل في المنظمة الشغالة كانت إذا كنا نرخو في فرانكفورت نسمى لي حنجا عندي مزيانا زي 8 سنين 15-16 سنة تسمى غانا قتري ذا الآن وجبو غاد شما نسمى دي تندير عقد نسن مش غويا على دي الاحتيرا نسن دي مزيدا يخسر من وجبو لي عاود شما يخسر فحتى دا مزيدا نس شوية الوقت في الوقت نشما دي الوقت نتمزيدا الحصول عندي شاس ايجن شاس قارق تي شاس ايجن فكرة ندير غير عن شرمة ندير غير دول كمل السلام عليكم شكرا مدة نخون الشم نتك شوات شوات الخو الأول نوستانك دي سباطة ليجن سيمانا نسلم عليه حنجان أنا زايون اللي تعيش في النظر وما يعيش بس نحال زي 86 سنة كي ولا يعيش بس نحال نخسر راس الناس مزيدة في النظر أنا سمت مدربة معنى الدارة من الحنجان مشيت سمات النظر مثل سمت نتاعي شعر فرصة الصبر أنا تدي في البيت من القيمان سلام قنش حسيغ قنش تواريغ سيدا عبيد القران إذا عزو أكيد يوصل كنيو كنيو ومي تعزو كنيو غومي حنجا الخوما إن الخوج فكرة فاتح هيلة شكرا شكريما سين إلى فاتح هيلة يشتي كوايا مو يشتي كوايا مو يشتي كوايا مو يشتي كوايا مو الخوما مين يتمنى يقرأ
شنو نتزعبو الفاتح نغيله نشين نشين غزاء يحنجا من الزيان يحنجا من الزيان ما حدد على الأبع علم إيش من رأي إيراع إن شاء الله ذي البطولة نغذي المنتخب أخذ تصير ما يترى لي هلال يغذي بفتح مثل نارو مثل نارو شاوش مثل نارو سد قد الفرق النور نشين نصد أنشجع يحنجا يعني جاري مزيان يودا ني غاف نعقل سن مالا عزونا كنوا كموا مالا عزونا كموا كموا شي من نحتاج نحتاج يحنجا يحنجا اني عزونا بالعالم ان شاء الله مالا خصنت مرحبا بكم اقل غاكيون الشكر سيمانا تلتلا روح غاوين روح غاوين روح غاوين روح عن عامل سيولا كيس نوحدا سيولا كيس روح نشدوما نسامح لي مزيران قليمان سيمانا ني المستقبل النق الخبز النق دخل مدينو إلى عقشمنا سبتر تشمنا حتى الحياة النغني نغكي الثمانية البلادين السلام عليكم لا وكي أخشى وتغطي العبودي باية من يغني غلي وبيت دستوري ما عليك عشر اثنين تقومي الخطي عقشمنا وكتنا عشي الله حين الله منزل شي منزلنا العاون في سبيل الله سنع بنا القرار واني خصن هذه صدق الحمد لله قال ذاك يوم شقينا ذاك سفيان فايد النار ديال القهوة يجو حنجا زي النار يسلم من عزون قيمة غاكيز شد حارت ماني غالي لا من غالك ويخاف السيور عاد شاخ بيديس جو حنجا خبيس قاعد الطابرة السلام عليكم الله يسقط على الله السلام عليكم تعزو غاشي النير من أحدينا شبصير من يقع وشادي ديني الساعة 300 درهم إن هي أقشى يوسف قد الشمس في الدواء من الأدوار هشو الشوط 300 درهم أتصفع غشو حاجة يوسف ورنس وغالي نحبوني صغيني نديس وميدا يوشى 300 درهم إن أتصفع غشو حاجة يشاهد الفرصة إلى الكختاء الكختاء مس نظر ما عدد تتمنى الفكرة هو يعجبني حالة طاسة سوفيا كذلك يوسف فالفكرة الأولى كما قلت على عاتق المؤسسة إسعاد وإدخال الفرحة على 100 طفل على عاتق المؤسسة فالمؤسسة كما قلت أو الأكاديمية ديال كرة القدم ألمانيا أكاديمية يوسف المختاري فكان الهدف هو اسعاد 100 طفل باللوازم والمعدات الرياضيه فاحنا حاولنا نشركوا الجميع في ادخال البسمه والفرحه على اكبر عدد ممكن فاكيد ان احنا كجيل عشنا في البؤس الثقافي والرياضي عشنا في الحرمان والتهميش بغينا الاجيال الجايه ندخلوا هذه البسمه احنا في ظل الاوراش الكبرى ديال الرياضي الاول صاحب الجلاله والمنشات الرياضيه اللي ما كناش كنحلموا بها اكيد ان الجميع في ابناء الاقليم كان كيشوف الشباب والرياضه تلك الصوره القادمه اللي كان لسنوات ولعقود اليوم كاينه ارضيه في مستوى كاينه شبه منشات شبه الحجم الكبير اللي كتنتظرها الساكنه مركبات رياضيه اكيد اليوم دفع عندنا مركب رياضي غادي نعملوا مقابله كريميه ديال دويسبورغ او كولن مع منتخب الشرق او ديال الشمال غادي يكون تكريم ديال الشرطة اليوم حنا مو مضطرين اننا هذيك المقابلة التكريمية خصنا نمشيو لطنجة خصنا نمشيو لتطوان خصنا نمشيو للملاعب اللي عندها الحجم باش نحتضروا يعني نجوم العالم الحجم ريبيري ديال بوسكي من الاسماء الكبيرة اللي كاينة في القائمة ديال التكريم في المستقبل ان شاء الله فالجيل الحالي مطالب بالدفع بالعجلة للامام والجهات المسؤولة مطالبة بالتجاوب مع الساكنة فذلك الغبن والتهميش اللي عشناه بغينا الاجيال الجايه غادي يعني نفتح نظرا ما كتشغلوا البلاد واكيد ان المشاريع الكبرى والاقطار ديال الميناء الميناء غير المتوسط خصو ينعكس على الناشئه اكيد باش الجيل اللي عنده 12 سنه 11 سنه حتى 18 سنه عنده بروجيك اساسي بدون اطاله فسي وليد والسي يوسف اعطى لمحه يعني وزيزه على ما يمكن
القيام به. ف 100 طفل في اقليم الناظور، احنا في حاجه الى اسعاد الالاف والمئات. هذه تجربه اولى في افق يعني برنامج ديال الاكاديميه ديالو، واستفدوا من الخبره والتجربه والاساليب المدرسه الالمانيه الرائده في تكوين الناشئه. واظن ان الماكينه الالمانيه والحصد ديال الارقام ما كيجيش من الفراغ، كيجي من العمل والاساليب اللي كتعرفوها. واكيد ان المانيا تخطط ل 15 سنه القادمه كيفاش تاخذ الالقاب، ماشي بالكلام، ماشي بالمعاهد الفارغه. اكيد هذا علم، هذه رغبه واراده. فعندما كتشوفوا الالمان كيخفقوا في نهايه كاس العالم، اكيد ان في الخمس سنوات ست سنوات الاخرى يعني كيخرجوا من الجحور ديالهم في منصات التويج. بدون اطاله اكيد ان كاين الاساتذه ديالنا اللي تعبنا عليها يديهم هذه الشهاده، واللي كذلك نستفدوا عليهم. وكنشكر بالمناسبه جميع السلطات المحليه وكذلك المسؤولين انهم يجاوبوا مع الطموح. اكيد حنا كنهضروا اليوم على كره القدم، في الغد غتكونوا ضيوف، كاين مستثمرين، كاين بزاف ديال الاشياء اللي خاصنا ناخذها بعين الاعتبار. اكيد كره القدم عندها وقت وجيز، ولكن الضيوف ورجال الاعمال اكيد انهم جايين في القريب العاجل. شكرا لكم على حضوركم اليوم وعلى تاثيركم لهذا الحفل المزدوج بين افريكا اكستريم رايس وكذلك للقافله ديال كره القدم. ولكن شيء اظن الوقت يدعي، ولكن التزامات ديال الناس مع الشامبيونز ليغ، راه عندنا الشامبيونز ليغ ديال ناظر حسن ديال هذا، ولكن ولا كان شي تساؤل او شي استفسار ف سيد المدير موقع عليك يدعو على ناظر كانت شي اشاره، ولكن كنت مش لازم. مرحبا بك شي مرحبا. حنا الدار ديال دار الام والسيد قبع من الاساتذه والحضور ديالنا اللي كنفتخروا بهم، لكن شي اضافه او شي ذبحه على راك اشاره. شكرا لك. سي وليد سي يوسف وزو طارح حسين اللي لقيت له ليا التالو قلت له ليا التالو سؤال حدا جا قلت له سيدي مرحبا بكم. الحمد لله قرر الدول المدينه المره الامريكيه لا قرر بالمعلق. اذا الحضور الكريم كنرحب بكم في هذا اللقاء التواصلي. من خصك انا سي غيري ومثل يوسف هو ان الفكر الاكاديمي ديجا فكره رائعه، وقت حجاج القبيل وقت عاد التردد نغويلات ان توكل على الله، ما ينبغي ان توكل على الله، لان تغداني تيجي من تجربه تغد حولك برشلونة، حولك ريال مدريد، تغني اندين الا ان اربعه نمخار وظن تكند كبريت يوداني روح وكيل والو خونك كل انا نعيش التجربه. لذلك القرار في نيطان والدمار توكل مع الله، بقى نشيل نتوض نفول نوزو ملايا، لان يتم الغشين يتم ضاولنا شي نوزو ضاولنا غادي في الاكاديميه، نوزو ضاولنا غادي في المناغير هاد الجامع، نوزو ضاولنا طماطنا غير صغار ضاولنا طماطنا غادي هذه اللي نريد التواصل معنا. تيجي الفكره رائعه أحجة غادي غادي المدرسة غادي راك تشما غادي للتواصل غادي ألمانيا غادي اللغة الألمانية غادي العائلة الألمانية كيزني توصل. إذا والترجى جاء السلطة دانيتي لقتك يوم قالوا مرحبا بكم ميتو الزوم قدانيتي. إذا خوك نيو على بركة الله أتنطرقم، لأن ما لدي من شوية النقطة الطاس وتكون رديش الحاج تكون عليها خلو الله بلدك، لأن ما يمين إني تقلب دار موجودي. لذلك نشقى على بركة الله بعد حفظ الفكرة نوم رائعة ممتازة، ونتشكر كاين مدار إغاية تغييرات مواطنين هادو قليل. شكرا. الشيء الثوري كيوم سجن المهنات كموقع عارفينو، اسم دغ عارفينو، ما يمينو يزور خدمة أري، نزور خدمة مارة. إذا هو يخدم خدمة مارة، هي اللي قام سرعة التويم يجي مشروع رائع 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 جدا 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 جدا. شو دار كما نتكلم نهار اذا تقاحوا تتم زوالوت اش دار عنا شيني والله بس الغمات ديال القدام. انما التقريب يوداني سبحان الله موجودي اني واحد حيكمة وشيخنا توكلوا على الله. شكرا لكم الى يعني القهوة
الشيء على شرف الحاضرين. اكيد انا نوفر يعني قصير وضيق، احنا ماذا بين نصحوا الحال، ما عندناش اشكال التزامات ديال الناس، ولكن غادي نحاول نعطيو بايجاز يعني لاخر. قبل السيد مراد هرباك غادي نعطيو الكلمه للسيد ممثل احد الشركاء ممثل التعاون الحالي كوديمو اللي كان ضيف شرف اليوم اللي حاضر معنا، يتناول الكلمه ويعطينا اشارات بايجاز. مرحبا تعزيزات ديال التعاون الحالي كوديمو، مرحبا اللي كان معنا شريك اللي بغى يعطي الكلمه واللي بغى يعني يعين على الدعم ديالو والمسانده ديالو باسم المختارين في المشاريع القادمه. شكرا. بالفعل يوسف بطل كل ما قلت، بطل في الملعب وبطل في الافكار. هذه الفكره ديال السي يوسف كتلف بواحد الرفاه آنيه ومستعجله. دراسات بينات بيننا العدد ديال الممارسين ديال الرياضه وخصوصا الاطفال في المغرب واحد النسبه جد ضئيله. وجاو الناس بحال يوسف غادي يشجعوا الممارسه الرياضيه. كيسولوهم علاش؟ الرياضه كيلقاوش اما مؤثرين واما صدمات فين يلعبوا واسباب متعدده. المكان بحال سي يوسف غادي يجرنا يجيو مجموعه ديال الاطفال يلعبوا الكره. والكره رياضه، والفكره ديال سي يوسف والاخ ديوالي كتمشي مع المثل ديالنا اللي كيقول الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم. هذا غادي يمشي ويمكن المشاركة على السي وليد، بينما هاد الرياضة ماشي غير رياضة، رياضة وتربية من أجل خلق أمثال ديال المستقبل. هاد الفكرة هادي كتقاطع مع المشروع اللي عندنا في كوليمو اللي هو الاهتمام بالفئات الصغرى والفئات الصغرى وعبر مجموعة ديال المشاريع لتشجيع الرياضة في الفضاءات المدرسية. وحنا كنخاطبوا بقوة مع هذه الفكرة اللي جا بها السي يوسف المختار. غنكونوا إن شاء الله المساهمين الداعمين لهذه الفكرة هذه على مستوى الإقليم ديالنا. شكرا للسيد عبد السلام ممثل الدعوات الحليم لجهه الصرف اللي كيلتزم معنا ومع الشركاء انه يكونوا الداعمين. قالش انت ككوبيراتيف كوليمو اخي عندك مشروع اتاح لنفس خديجي اللي عندها مزيانا وانت فاحص وتصل لكذا، وان شاء الله كل نهار ما عندي ولا المغرب فينا كناكيش باش نعاون وتخلي الجا الشركه ما غاوالاش. ما تبغيش نتكلم على ما اظن مراد هربان بايجاز من الشركاء اللي بالمرتقب كاملين كبير جهه الصف. هذه الفرصه حاشي المره قالش تعليم كلمات لان الحوايج عاوز بينات فخزار لك مي غاتكر ام تكتيك الماتش وسنين غا ماركا الغول شوني كي ديرو نسى تبقى شوي وكي وكي. Die Lügen haben die Kurzarbeit und kehren nach direkt. Die Regierung ist so zwischen dir und dir. Rano, ein großes Problem hier im Nado. Fußball im schlichten Harabat, im schlichten Handlicht. Wurde mit der Gentur. Mit der Gentur. Just um Zeit, wirklich, du bist ein Vorbild für alle Kinder, die hier im Nado. Mit dem Wahrhaken, mit dem Marsagen, fast sich in den Piratisitun, Situn der Fidischen Ilhaben, Iran, die Iran Naburi, die Semenine, Iran, die Naburi, die Iran Naburi, die Ekrim Waka, die Tropa, die Spiaten, die Ekrim Naburi. Nara, wo waren wir, wir schon, wo waren wir, 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 أنا أشكر بلاني تان جبا نزيطو حسن ثلاث سنين من ملعب البلد فالنقطة بسمين، ولكن ميت ستكت أخطي تفق صوت ومش إن الأستاذ قبع أنت الخطوة تنزوعوت أنا ما رأي وعلى شكرتي ميمير ثقة ثقة إخنان زو فذا تنكي شنغاتي من تكوين تعليمي ديسبليني سيولي كتب كوداني جيل طن
يوداني بعد جا اوبجيكتيف ديال العمل تاعي انو يعرف علاش انتي انه غادي يخبر الجروب بي كيفاش غيخدمك هدف اكيد كشين المساق ني محلو ثاني وما عرفنا اللي تبغي تمدي كمان مرة وتقلع شتاني انت ولا تشتي نقعد نكبر عشان يجرب. شكرا لك سي دربان اللي بالاسامات ديالو كذلك في القطاع اللي مكنش عنه اللي خديناه سنوات في الادارات ديالنا في مجال الاعلام الرياضي وكذلك لتمثيل ابناء الاقليم اكيد على الاجيال في تصاعد كفاءات كما قال لك يعني يوما بعد يوم الاقليم يعني كينجب طاقات وكفاءات استطاع اليوم الفرصه والوقت واكيد ان التجربه كتجي مع مرور الايام فاحنا ما احوجنا الى رجالات هذا الاقليم انهم يساندوا ويتشبتوا بالرياضه لانه اللي كيهدم اكثر من كنديم ولكن هذا تحدي قبل الختم على ما اظن فالسيد صالح العبودي جهه الشرق اللي كترفع التنميه قطعه الاوراش في ظل هذا المكتب اللي كان موش على الورود واللي مطالب كذلك انه يرفع الايقاع احنا الا كانت كتبت وجده احنا باقي في لابيست ولكن باقي الولايه باش نحكموا على الاداء اكيد لك تمثيل ديال الاقليم في المجلس كاين اشارات ديال التجاوب كاين اشياء كاينه في العالم مثل الازرق وما يسمى ولكن العمل اكيد انه ما يمكنناش نزرعوا اليوم ونحصدوا اليوم حنا التجربه ديال جهات الشرق غادي ناخذوها في نهايه الولايه اكيد من بين الاشخاص من بين الكفاءات اللي كنفتخروا بها واللي كنحاولوا ندعموها واللي غنعاتبوها اذا كانت هناك اختلالات هذا منطق هذا لوجيك اذا السي صالح العبودي قبل الحديث على هناك ضعف من طرف المجلس اللي هي يوسف المختاري فيعني الاخر هذا درع هداف كاس افريقيا يسلمو صالح العبودي للسيد يوسف المختاري الزوارو يوسف المختاري هداف كاس افريقيا يتسلم درع من طرف مجلس زياده الشرق فمجلس زياده الشرق يعني مقنع بحول الله في البرامج الكاذبه سيد صالح العبودي يسلم هذا الدرع لهداف كاس افريقيا لتونس 2004 سبعه اهداف نسبه لهدافين العمالقه كره القدم في افريقيا في القاره السابقه شكرا ليوسف مختاري شكرا ليوسف العبودي اذا هذا الدرع عربون على محبة أبناء الشرق والجهة والإقليم لهدف تاريخي وصاحب الرأسية البديعة في مرمى نصور قرطاج فلولا الخط العاقل فمن كان كأس إفريقيا في اختزالات الجامعة الملكية المغربية. إلى المستوى الإمكاني هي جيد الصاعد للعناصر التي شكرا سي يوسف بس شيخ بكاس افريقيا مش نتا ودي عمرها المدرسه تاع التكسير لا ميدال مين مين ودي عبغى اغلاط تدعي حياته التكسير خوك النيو تفرجهم على التلفزيون سبحان الله بيروح بيرو المنتخب تقعد تساع مين تقعد وحدي ياك مثل خاصش نضريف باش جاني ودار بلاد وقع وقع حسن شكلي غامو بيتي توصيو لي كيدي نضار نيبت نور الدين نيبت كابيتين نط المنتخب زين زين مزوارود انا نكاو ربدا تو غادا كيدي 100% ربدا نبات نيبت اكيدي لي تشمات ولا عايز تواتي ومن قصار اين غايش نك تونس غليمان قارسن بيبان دي سيكا دي هاتن بخون الشين زعما نشين نياك نتكوبت نيز قرن من زي مرن زرم مش نيدا هات في نار مرن زرم مش نيدا تونس نش نورمال نشين نياك نزكاس ومن نعقب دي تغا المغرب نقل حاش تصباحي حاش طب قرانت يعني شو نزر حال نشين تصباحي مني ومعرضا نحصلوا من قصارين غايش رغم سرغم كاع عبد الغازي بلاطا ما حدا غيرش ميدال ميدالية
ومن زيغينا كاع عفاف زيغ تشامان نزيد كي خواني سوقا نساء يورخصني ما يوشع تشامان لي غي كاس لي سي سوفينيا كيس زيغ تشامان ني تحش الغاري اني نرزوخ يلاه بسم الله يسير يوضع غادي يستير غادي يبغى تغاري عبد الليمان يا وش نسمع ان شاء الله ما نتكاعد في الفيزياء اتمنى اتعلم حنجان غالي حمزه لي سامي لي دار كده عن زيج وش خصو غير سني قبلين تا في من القاسم زيد بن التعشي تاعي من اللي بودا شاف ان شاء الله كي يصير تشمني مع الاتحاد اللي حنجان شكرا يوسف. ربما في النهاية يوسف كتب سي خاصو تحري بابا خير يعني اسمح لي انه بداي ينقز غا تشمني راح غادي يصير ديري باش نكمل الذاكرة هناك قبل الختم بإيجاز سي طلحة العبودي قبل المرور إلى حدث الشيء سيد رئيس جماعة الإحداث ينتظر معنا في لحظة أنا أجل بعضها خلينا نوجهه يسوع عليك سي الأخ الموضوع عن الكفاءات غامض الخارج أولا نتبلغ التحية من رئيس مجلس الجهة السيرية في الويش سعد الجميرة غيدا من الدراغي قد تريك الفن يعني هو مستوى متمثل غير في نون الرأي نبدأ مثل رئيس مجلس الجهة نشيد مجلس الجهة نخدم في جل الموضوع قطع علاقات بين سي يوسف وسي الوالي سي المدير الإقليمي للصحة الديك وكما كان الموضوع اللي هو يجل الموضوع نحاول بزيت نسوي مجموعة من الحوايج باش الكفاءة في غرض الخارج يلتزم على المنطقة من الشرق مارا خاصة النظر باش تستفيد على المستوى المنطقة وما تلاحظش للخارج راه مهندسين على اطباء على المحامون على الكفاءات على رؤساء شركات الى اخره وبالتالي وقت اللي شوية في الاطار مادام سي يوسف اللي تكلف 101 100 انجاب واش فرق 100 انجاب بالنسبه للشين الروس وبالتالي كمجلس الجهه الشين التزم رئيس الجهه بعد 100 صغيره قضيه اللي هو ولكن شد سي القاضي 100 يجب 200 ل 300 انجاب اللي تكلف انت أرو مسند وغارون إلى آخره كنا وتكلف سيخف الوم الشهرة الوم زائد الكفاءة يغاون بها في المجال العريض إذا وتمنى مجلس البلدية تكلف سجل المياه مجلس إقليمي سجل المياه جات الشركة كولا يبغى تكلف سجل المياه الشركة المغربية سي سفيان الطبالي على الأقل نستوعب على الأقل أن نخدم قوارب صفر أن يقدر يخدم على أساس باش الفكرة راه يعمل اتمنى رشا التوفيق يوسف والنجاح المشروع والشيء الاخر على الاشاره. هذا المشروع ديال الاكاديمي اللي غادي تقام ان شاء الله بمدينه الناظور اللي غادي تساهم في تحسين ممارسه الرياضه في الاقليم اللي غادي يشرف عليها الاخوين يوسف المختاري اللاعب الدولي السابق اللي اعطى اشياء كثير لكره القدم الوطنيه والاخ ديالو وليد المختاري اللي بحكم انه عندهم اكاديميه في المانيا في مدينه فرانكفورت ولاد المنطقه اللي غادي يعطيو لهذا النوع من الرياضه معنى اخر وتسيير اخر وتصور اخر. اذا حنا كمديريه اقليميه لوزاره الشباب والرياضه كنتمنوا كنخرجوا في هذا المشروع واللي ان شاء الله غادي ينطلق كنسخه تجريبيه في شهر يوليو القادم بملاعب الشباب والرياضه اللي ان شاء الله غيكون واحد العدد ديال المستفيدين اللي غادي يفوق تقريبا 1500 مستفيد من مختلف مناطق او الجامعات الترابيه الاقليم اللي ان شاء الله كنراهنوا على التطوير ديال هذه الممارسه الرياضه في الاقليم وكذلك من اجل دعم ملف ترشيح المغرب لاحتضان كاس العالم ان شاء الله في 2026 وشكرا.